ينبغي الإنسان أن يستعد للموت. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، الإنسان يحاسب نفسه وينظر في عمله ويستعد للموت ويمتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أصبح فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني اغتنم الإنسان هذه الأوقات بالاستعداد للموت، وكأنه يموت الليلة أو غدا يقرب الموت. ومن قرب نفسه من الموت قويت نفسه على العمل، ومن طال أمله ساء عمله. فالمرء الذي لا يزال يحدث نفسه بأنه سوف وسوف 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 يتوب، ثم يأتي تأتيه المنية وهو لم يتوب. وقد قال بعض السلف: سوف جند من جند إبليس، يعني أن إبليس يتسلط على الناس بالتسويف، وأسوأ هذا التسويف تسويف التوبة وتأخيرها وعدم الاستعداد للموت. فينبغي الإنسان أن يلازم الاستعداد للموت.